امرأة اعتمرت وهي حامل، هل يلزمها أن تعود بالطفل بعد الولادة أم على حسب الرغبة؟ كيف تعود بالطفل؟ يعني الطفل الذي كان في بطنها. نعم، الطفل المحمول في بطنها كيف تعود به إذا ولدته؟ ما هو لازم، إن سهل عليها تعتمر به، إذا جت مرة ثانية إن شاء الله تجيبه معها. نعم.